ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الثور: توقعات الجمعة الموافق 31 مارس 31 اذار 31/3/2023. النهاردة هتحظى بيوم الجمعة بوقت مناسب جدا للأنشطة اللي فيها شغل وتنظيم لكل شؤون أسرتك. مع كل ده لازم تعمل كل حاجة بفكرة فيها تحقيق نجاح حقيقي وواضح في نتائج في نهاية الأسبوع. هتبقى فيه كتير من الأشخاص المتحمسين لحدث هيبقى مش متوقع. هتبتدي تتفاجأ النهاردة بأخبار من بعيد هتبقى بتتعلق بالحمل والولادة. في مع كل حياتك العاطفية هتبتدي تواجه شوية سوء تفاهم غير متوقع بالنسبة ليك، وهتدخل فيه بشكل غير مرغوب في كل علاقاتك اللي بتبقى قبل كده مع الأشخاص اللي حواليك. هيجيب عبء كبير وعقل كبير أكتر من المتعلق بمهماتك المختلفة. عندك تواصل مع أشخاص في مزاجات مختلفة، في تغلب واضح على المشاعر والمواقف السلبية التانية بالنسبة ليك. النهاردة هيجيب شوية توترات، لكن الحاجة الحلوة هو ان التوتر هيجيلك ويختفي بسرعة اعتمادا على كل استعدادك للرد بشكل مناسب لما يحصل. هيجيب ليك النهاردة كتير من المعلومات من القريب والبعيد اللي هتبقى مهمة جدا لكل شؤون اسرتك ومهماتك وخططك المهنية. هتبتدي تحدد مشاعرك اللي هتبتدي تتأثر بتحديثات واخبار كتير هتبقى بتحصل مع معظمنا في اليوم ده بسبب تطور الأحداث اللي هيبتدي يحصل في يوم الجمعة واللي هيبقى بيأثر على علاقتنا في الحب وعلاقتنا بكل النساء اللي في اليوم. الخطط اللي احنا بنعملها كلها لمستقبلنا ممكن تبقى بتنطوي على قدر كبير جدا من المخاطرة وعدم اليقين في الأخبار اللي بتبقى بنتلقاها من كتير من الأحداث الغير سارة بالنسبة لينا، علشان هتبقى بتعمل أحداث درامية كتير في العالم مش هتأدي إلا إننا نزيد مخاوفنا وارتباكنا بشأن كل الحاجات اللي بنبقى بنخطط ليها في حياتنا في السنة دي وحتى في السنة اللي جاية، علشان نبقى بنحاول نبعد نظرنا عن المستقبل بشكل كبير. هتنشأ مواقف مش متوقعة في البيت مع كل أسرتنا من خلال الجيران والضيوف المش متوقعين، في سوء فهم وفي غلط حتى لو كنا النهاردة جاهزين لده. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.